السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه السلسلة سوف أشرح لكم كيفية الاستفادة من الـ API الخاص بتويتر ودمجه مع الـ OpenAI، أي باستخدام الشات جي بي تي، تحديدا الشات جي بي تي. كل هذا لإنشاء بوت عن طريق لغة البرمجة بايثون. وبالتالي سوف تكون سلسلة متكونة من مجموعة من الفيديوهات، كل فيديو مكمل للفيديو سابقه وقادمه. وبالتالي قم بالولوج إلى موقع تويتر الذي أصبح اسمه الآن x.com، ثم تقوم بتسجيل في حساب كما طرحت أنا في حسابي داخل تويتر، وقم بإنشاء أي حساب جديد. المهم قم بالدخول إلى حسابك في تويتر وفعله برقم هاتف، يجب تفعله برقم هاتف. ثم تقوم بالولوج إلى موقع developer.x.com وهو المختص بالمطورين في منصة X. تفتح لنا هذه النافذة، نقوم بالضغط على Subscribe Now. عند الضغط على Subscribe Now سوف تفتح لنا نافذة للاستفادة من الـ API. هناك طريقتين، للبيزك وللبرو، وكلاهما لميزة أكثر، ولنشر على سبيل المثال استغلال شات جي بي تي لينشر بوست يومي في حسابك، أكثر من 3000 بوست في الشهر، يجب عليك دفع $100 شهريا، أو في البرو 300,000 مقابل $5,000. نحن لا نحتاج 3,000، نحتاج فقط على سبيل المثال 3 أوتوماتيكية في الأسبوع. وبالتالي سوف أقوم بالضغط على sign up for free account. حاليا لن أقوم بدفع أي شيء. نقوم باختيار الخيار الأول وهو احترام سياسة تويتر API، ثم احترام قوانين developer account، واحترم قوانين الموقع. هنا يمكنك إضافة معلومات لماذا تريد استخدام API. على سبيل المثال هذا النص قد قمت بإنشائه بشات جي بي تي، وهو لماذا أريد استخدام API الخاص بتويتر أي X. أقوم بضغط على submit. عندما أقوم بضغط على submit سوف يتم توجيهنا مباشرة إلى الصفحة الموالية. تفتح لنا هذه النافذة، وهنا البروجكت الخاص بنا اسمه كما ترى، ويمكننا تغيير الاسم. يمكننا هنا معرفة البروجكت الخاص بنا، نقوم بالضغط على اسم البروجكت. عند الضغط على البروجكت تظهر لنا كم يسمح لنا الـ API في حالة الفري من نشر مناشر لمدة شهر. يمكننا نشر 1500 منشور في الشهر وهو مجاني، ويمكن دفع لأكثر من ذلك، وكم نستغرق من اليوسج أي من الكاباسيتي. هنا نريد أن نحصل على المفاتيح الخاصة بالـ API الخاص بنا، وبالتالي سوف نقوم بالضغط على Case and Token، ثم سوف نقوم بعمل هنا Regenerate ليقوم بعمل Regenerate لكي جديد، ثم نقوم بالضغط على أيضا Generate ويقوم بإظهار التوكن الخاص بنا، ثم نقوم بعمل أيضا Generate فيقوم أيضا بإظهار التوكن الخاص بنا الذي سوف نستغلهم كلهم ثلاثتهم فيما يخص الكود الخاص بالبايثون. كما نلاحظ أن هذا الملف يسمح لنا فقط بعمل ريد، أي أننا سوف نستغل هذا الـ API فقط للقراءة، لكن نحن نريد أن يسمح لنا هذا الـ API بالكتابة، أي read and write من خلال الـ API الخاص بالـ X. وبالتالي ماذا سوف نعمل؟ نذهب إلى الداشبورد، ثم نقوم بالضغط على رمز السيتينج هنا App Setting، ثم سوف نقوم بالضغط على Setup. عندما نقوم بالضغط على Setup نريد أن يسمح لنا ب Read and Write، كتابة وقراءة. وبالتالي سوف أقوم بالضغط على Read and Write، لنقوم بعمل Request Email from User. هنا نقوم باختيار Native App، ويمكن اختيار Web App. وهنا فيما يخص App Info هو وضع موقع حسب ما رجعت، لا يهم. وإن كنت تملك موقع سوف تستغل X لربطه به، ضعه على سبيل المثال. سوف أقوم بوضع something.com، هنا سوف أقوم بوضع البروتوكول HTTPS على هذا المنح، ثم عمل نسخ ولصق له هنا، ثم أقوم بالضغط على Save ثم Yes. هنا يظهر لك Client ID و Client Secret. سوف تقوم الآن بفتح Notepad وتحتفظ بال Client ID وال Client Secret، ثم تحتفظ بما يخص الـ IPA السابقين، وبالتالي نقوم بإنشاء ملف ونقوم بالاحتفاظ بكل هذه المعلومات التي سوف نشرها في الفيديو القادم. نقوم بعمل ملف Sublime Text على سبيل المثال. سوف أقوم بفتح Sublime Text، Sublime Text أو Notepad أو أي ملف يمكنك الكتابة فيه. على سبيل المثال سوف أقوم بفتح Sublime Text، سوف أقوم بأخذ Client ID كما هو، ثم عمل نسخ له، وهنا Client Secrets، وعمل أيضا
نسخ ولصق له، ثم سوف أقوم بالضغط على لون وهنا yes I save it. ثم سوف أذهب لبروجكت الخاص بنا كما تلاحظون هنا، ثم أقوم بنسخ ما يخص الـ APK ثم الـ Bear Token والـ Access Token كلها مع بعض. كما تلاحظ أن الـ Client ID والـ Client Secret الذي قمنا بعمل نسخ ولصق له هنا هو يتواجد أيضا لمن لم يقم بعمل نسخ ولصق له، يجده دائما في البورتال الخاص به. وبالتالي سوف أقوم بالضغط على هذه هي الأكواد التي سوف نعمل على استغلالها في الكود القادم في الفيديو القادم. فيما يخص الكود الخاص باستغلال الشات جي بي تي سوف يكون في عنوان كيف نسمح لشات جي بي تي بالتعليق أو بعمل بوستات مباشرة انطلاقا من الشات جي بي تي، أي يعمل جينيريت ثم يقوم بإطلاق بوست وليس نحن من نقوم بوضع البوست يوميا. وبالتالي انتظرونا في الفيديو القادم، لا تنسى عمل لايك نشر الفيديو لكي أستمر في نشر جميع طرق إنشاء بوت عن طريق البايثون لمنصة إكس.